أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الوضع الميداني بين محافظتي تعز ولحج. أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما واسعا في جبهة القبيطة شمال محافظة لحج. مصادر ميدانية قالت لقناة بلقيس إن الجيش تقدم في عدد من المواقع أبرزها جبل جالس الاستراتيجي ونجد قفيل وجبل كوكب والمشقر وطريق المغنية المؤدي إلى مدينة الراهدة. أكدت المصادر أن الجيش يواصل عملياته العسكرية في تمشيط عدد من المواقع والقرى أبرزها منطقتا دياش والكعبين. نناقش الخبر في هذه الحلقة بمحورين: ما أهمية المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني في القبيطة، وإلى متى ستستمر معارك الكر والفر في هذه الجبهة، وما حجم الدعم الذي يتلقاه أبناء المقاومة في هذه الجبهة، وفي حال سقوطها ما هي العواقب؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود نتابع. في هذه البوابة المفتوحة على محافظتي تعز ولحج تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها الميداني رغم وعورة التضاريس ونقص الإمكانيات في مواجهة ميليشيا الحوثي. تبدل حقيقي في معادلة الحرب الجارية جسدته انتصارات الساعات الأخيرة في جبهة القبيطة، وذلك بعد أشهر طويلة من سطوة الميليشيا. تفيد الأخبار الواردة أن الجيش الوطني أحرز تقدما كبيرا في جبل جالس الاستراتيجي ونجد قفيل وجبلي كوكب والمشقر وطريق المغنية المؤدية إلى مدينة الراهدة. مصادر ميدانية أكدت أيضا أن الجيش يواصل عملياته العسكرية في تمشيط عدد من المواقع والقرى أبرزها منطقتا دياش والكعبين. تزامن التقدم العسكري على الأرض مع كثافة في الغارات الجوية خلال اليومين الماضيين، حيث أسفرت الغارات عن قتل وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير تعزيزاتهم العسكرية بعد انتصارات مماثلة حققها الجيش في مناطق الشريجة وحمالة التابعة لمديرية كرش. تكمن أهمية القبيطة في كونها بوابة مشتركة بين محافظتي تعز ولحج، كما أن بعض جبالها الوعرة تطل على قاعدة العند الجوية، أحد أهم القواعد العسكرية الواقعة على بعد 60 كيلومتر شمال عدن. وبالسيطرة على القبيطة يكون الجيش الوطني قد أمن المواقع الحيوية للجيش في لحج وسهل الطريق أمام تقدم القوات إلى الراهدة التابعة لمحافظة تعز. جدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من لحج المتحدث باسم المقاومة في القبيطة النقيب علي المنتصر. أهلا بك سيد المنتصر. أهلا وسهلا أخي الحبيب، حياكم الله. إذن هل بدأت لنا في يعني بداية ما هو الوضع الميداني الآن في مناطق الجبهات؟ الوضع الآن العدو حاول يقذف مواقعنا التي تم تطهيرها فجر يومنا هذا حتى الساعات القليلة من نهار يومنا هذا بالكواتيش والهجرات والهونات، بحاول منه الالتفاف واستعادة ولو جزء بسيط مما تم تطهيره. الآن اشتباكات حامية جدا وهجوم على أبطالنا في جبل جالس والكعبين، لكن انكسر الهجوم ولا زالت الاشتباكات مستمرة والعدو يحاول إمطار مناطقنا ومناطق المدنيين المجاورة للمناطق التي تم تطهيرها بالمقذوفات، وكون المدنيين يصابون بالذعر والهلع حتى اللحظة في مناطق الحنكة والحنكة باليوسفيين ومناطق عيريم وسباب والمرابحة. الأبطال تقدمون حتى الجبهة الأخرى لمناطق المنطقة الشرقية لمدينة القبيطة حتى مشارف منطقة حميض. هناك الأمور هادية، العدو حاول سحب أفراده من مناطق حميض والمناطق القريبة من الشريجة وهكذا بالتفاف على الأبطال في ضمران، لكن لم يتمكن بإذن الله من استعادة أي من المواقع التي تم تحريرها نظرا للفارق العسكري الكبير والعتاد العسكري الذي يفوق عتاده والأفراد المتواجدين في الموقع الذين يفوقون أفراد اليوم. طيب، يعني وأنت تتحدث عن العتاد العسكري، دعنا نرحب بداية بمن ينضم إلينا الآن، ناصر عبيد مسؤول عمليات جبهة القبيطة. سيد عبيد، هل حدثتنا عن ما هي طبيعة العتاد العسكري الموجود في هذه الجبهة بالنسبة للمقاومة والجيش الوطني أيضا؟ أولا هلا بكم بالسادة المشاهدين، وكما نهدي هذا النصر العظيم إلى القيادة السياسية والقيادة الميدانية وقيادة التحالف العربي وإلى قيادة المنطقة الرابعة قيادة المحور وكل من شارك معنا في هذا النصر العظيم. ثانيا الجبهة طبعا
تشكلت في ليبيريا. ليبيريا هذه تتميز بظروف وطابع جبلي، تضاريسها كلها جبلية عالية وشاهقة وطرق وعرة، كما أن هذه التضاريس تطل على عدة مناطق ذات أهمية عظيمة، منها قاعدة العنب الجوية وطرق الباحة وشريقة وكرش وغيرها. فالمقاومة تمتلك أسلحة لا بأس بها، تستطيع أن تدافع عن نفسها فيها. ونظرا لوجود قادة شجعان كان تابع العميد حسن شاهين الارتباطي، فاستطاع انه يجمع المقاومه ويجعلها قويه وصلبه ومنتظمه، مما ادى الى تقهقر العدو ورجوعه بغض النظر عن الاسلحه التي استخدمت او الطرق. هناك خطط عسكريه تم دراستها ووضعها ثم تم تنفيذها، ثم انهيارات قويه للعدو. والان وانا معك على الهواء هناك حشد قوي وتعزيزات للميليشيا على جبل جالس، ولكن ابطال تصدون لهم ان شاء الله بالمرفق. نعم، طيب عندما نتحدث عن هذه الجبهه وعن العمليات هناك، الى اي مدى هناك دعم من قبل المنطقه العسكريه الرابعه باعتبار ان لحج هي تتبع هذه المنطقه، وهل انتم يعني مستكفون من الناحيه العسكريه من ناحيه العتاد اقصد؟ بالنسبه للدعم المنطقه العسكريه الرابعه طبعا تقدم دعم، يعني مش كله عليه، هذه المنطقه رجل لا احد يستطيع ان ينكر فضله، فقدم لنا ما استطاع تقديمه من دعم، وهو دائما في تواصل معنا وفي تحفيز ورفع معنويات المقاتلين وما الى ذلك، يعني انه بقدر الامكان استطعنا ان احنا نظل في هذه الفتره هذه كلها خلال المقاومه منذ 3 سنوات الى الان. واليوم ان شاء الله تم تحرير اجزاء كبيره من البدايه، لم يتبقى منها الا جزء يسير، ان شاء الله يتم استكمال التحقيق ان شاء الله. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى النقيب المنتصر. سيادة النقيب، يعني نتحدث على المواقع الجغرافية التي تم السيطرة عليها، هل هي قريبة من لحج أم هي أقرب إلى تعز منها إلى لحج؟ المواقع التي تم تحريرها هي قريبة لتعز أكثر ما هي قريبة للحج. موقع النقد قفل الاستراتيجية المطل على قاعدة لبوزة مباشرة، ومطل على مناطق كرش وشريقة والسحي وثبرة والضلعة، مهم جدا استعادة الجبل، هذا مفتاح رئيسي لاستعادة جبل جالس الذي يتوسط من مديرية القبيطة ويسيطر على جزء واسع من مديرية القبيطة، وأيضا مشرف تماما على مناطق ضمران ومنطقة الهجر. سيطرة المقاومة والجيش الوطني على جبل جالس الذي سقط منذ 2.5 عام تقريبا كانت قاسمة ظهر على العدو، وبنفس الوقت يعتبر من أهم المواقع التي سقطها العدو يومنا هذا. لم يبقى مع العدو غير موقع واحد الذي يمكن أن يهاجم نحن منه، وهو منطقة ضمران. الهدف الرئيسي لتقدم أبطال الجيش الوطني يومنا هذا وهذه الساعة في الليل نحو مناطق ضمران لتحريرها من تواجد الميليشيات وقطع خط ضمران التي يعد الشريان الوحيد الذي يغذي الميليشيات الحوثية المتواجدة في جبل الركيزة والمرابحة وسفاق وعيرين، والذي قد حاول قيادة الميليشيات هناك قد الهروب من المناطق والتوجه خارج المناطق الراهدة. نعم، طيب عندما نتحدث عن هذه المناطق، هل هناك لها وضع خاص من الناحية الميدانية أو أهمية استراتيجية؟ وإلى أي المناطق يذهب الحوثيون بعد سيطرتكم على المناطق التي تم السيطرة عليها الآن؟ المناطق التي تم لها جانب خاص بالجانب الميداني كون تضاريس المنطقة تضاريس جبلية يعني شاهقة، جبل جالس مطل تماما على مناطق عيريم والخط الرئيسي الذي يربط عدن في لحج، والذي هو مفتوح الآن بعد تفجيرهم للعبارات والممرات المائية في طريق حيثان فوق من تقدم الأبطال والجيش الوطني باتجاه حيثان، لكن تفاجؤوا أن الجيش الوطني الآن تقدم باتجاه القبيطة وهو الآن يطرق أبواب الراهدة. مناطق الراهدة أصبحت أقرب جدا الآن إلى جبهتنا في القبيطة أكثر من جبهة أخرى، لم يبقى غير 1.5 كيلو أو 2 كيلو للراهدة من المواقع التي سيطرنا عليها حاليا. نأمل أنه في القادمة بحسب الخطة المرسومة لنا بعد تأمين المناطق التي نحن الآن فيها التقدم نحو مناطق الراهدة، والعدو لم يبقى له مكان آمن،
غير خارج الرائده، داخل الرائده معي كل شيء مكان امن اطلاقا، لانه عارف الحاضنه الشعبيه للميليشيات لم تكن موجوده لا في الرائده ولا في مديريه القبيطة اطلاقا. نعم، طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا. اعود الى السيد ناصر عبيد. سيد ناصر، عندما نتحدث على العمليات في هذه المنطقة، ويجب ربما التطرق إلى الحديث عن التنسيق مع جبهات أخرى قريبة، نتحدث مثلا عن تعز، هل هناك تنسيق، هل هناك عمليات مشتركة ربما في هذه المناطق ضد ميليشيات الحوثيين؟ نعم توجد تنسيقات بين الجبهات، منها جبهة الشوي طبعا الأقرب، وجبهة الجوازعة وجبهة حيشان تعتبر من أقرب الجبهات لجبهتنا، ويتم التواصل وتنسيق العمل المشترك وعدة خطط مضابطة للعدو، فأن تبدأ هجمات الجوازعة ثم حيشان ثم القبلة وهكذا، فيتم إرباك العدو، لأن العدو يستخدم عناصر محددة في الجبهة في الجبهات، ياخذ عناصر من هذه الجبهة إلى هذه الجبهة وهكذا، فالشكل العملية يتم زرع يعني خلطة في خطط العدو مما يؤدي إلى تنشيط خططه تكون محددة جدا أولا. الشيء الآخر، العدو استغل المرتفعات الجبلية يقوم بالتعصب وعمل حرب إصابات، وأنت أدرى بالكلام، فنستطيع أن احنا يعني نقلب الموازين على العدو وإعادة ترتيب صفوفه في جديد أثناء النكسات الجبلية في عمرها من خلال التنشيط بين هذه المواقع القريبة جدا، وهناك تفاعل معنا من التحالف العربي يقوم بطلعات جوية، لكن نظرا لطبيعة المنطقة فإن العدو يقوم بتخفي خفية السمو وعتاد الحربي، ويكون صعوبة على الطيران ملاحظة هذه الأشياء، لكن أي شيء صعب الطيران بالنسبة للعدد العسكري على أطفال أي شيء يمكن استفادة مباشرة. طيب، وأنت تتحدث عن عمليات التحالف، إلى أي مدى هي معاونة لكم أو متزامنة بشكل جيد وناجعة لعمليات المقاومة والجيش الوطني على الأرض؟ طبعاً عملية التحالف تمثل شريع رئيسي في تحرك الجبهات، فالعدو أكثر خوف يخاف من وجود الطائرات ولو كانت طائرة تحلق في الأجمع فقط، فأحياناً كثيرة عندنا يحصل انقلاب أدخل مع أجلحة فتاكة ولا يتعرض لإغارات ولا شيء، وإنما خوف من الطائرة يؤدي إلى انقلاب طقم وإعطاء السلاح وضرار في الأنفس والجنود حقهم وهكذا. فالاتحاد العربي المشكور يقدم جهد يبذله بالرغم من أعلى الضغوطات التي يمر بها من عدة جبهات، تصور عدة جبهات تريد مساندة. الاتحاد العربي جزاهم الله خير يسعون بتنشيط المهام بالجبهات وعمل ما يستطيعون عمله. ده مسؤول العمليات في جبهة القبيطة سيد ناصر العبيد، كنت معنا على الهاتف من لحج، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيدة نقيب، عندما نتحدث عن الوضع والمعارك يجب أن لا نغفل أيضا الجانب المدني، كيف هو حال المدنيين في المواقع التي تشهد أو الجبهات التي تشهد معارك أو كذلك المناطق الأخرى القريبة والتي ربما تتأثر بالقصف أو ما شابه؟ هذا سؤال مهم جدا، وبصراحة الوضع المأساوي، الوضع الإنساني مخيف جدا، وخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة العدو، ناس مضغوط عليهم تماما من الميليشيات، لم يستطيعوا الذهاب إلى مناطق عدن أو مناطق يخرجون من مناطقهم لشراء حوائجهم الذي يحتاجوها ليساعدهم على رمق العيش. المياه في هذه الأيام تعاني المديرية بشكل عام من الجفاف الخانق والقاتل بالمديرية، لم يستطيع الميليشيات او نستطيع نحن بارسال منظمات اليهم لامدادهم بالمياه او بما يساعدهم على رمق العيش. الميليشيات تحاول بالضغط بجميع الاساليب، وخاصه بعد الايام الاخيره والذي قتل فيها قائدهم بالمديريه، حاولوا جاهدين باخذ الشباب من المدارس ومنعهم من التعليم، وجد بهم في جبهات خاسره، وقفوا التعليم في جميع المدارس التي تحت سيطرتهم، وحاولوا تدريس المناهج التي تتناسب مع عقيدتهم واهدافهم التي نرفضها تماما نحن، لكن حاليا باذن الله تعالى نحن عبركم ندعو المنظمات الانسانيه ومنظمه المجتمع المدني بالتحرك نحو مديريه القبيطه والانقاذ الناس الذين يعانون الامرين. لا ندري بماذا نصفهم، نعم. الكثير منهم الماشيه.
طيب سنعود إلى الحديث عن هذه النقطة وعن نقطة النازحين، لكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أرحب بداية أو أرحب قبل ذلك بمن ينضم إلينا الآن من مأرب الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبدو مجلي. أهلا بك سيادة العميد. يا أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي العزيز وبقناة بلقيس، وشاكرا إياك والسادة المشاهدين الكرام. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. سيادة العميد، إذن أنتم في الجيش الوطني كيف تنظرون إلى وكيف تقيمون المعارك في جبهات لحج بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمت الانتصارات التي تحققت في محافظة لحج وبالأخص في جبهة القبيطة، حيث واصل الجيش الوطني تقدمه بخطوات ثابتة في الجهة الشمالية لمديرة القبيطة، وبإسناد أيضا من الطيران المقاتل، وتم تحرير واستعادة عدد من الجبال والمرتفعات الحاكمة التي كانت الميليشيا الانقلابية تسيطر عليها منذ عامين، ومن خلالها شنت الهجمات المركزة وحرمان المواطنين من التعليم وأيضا القيام بأغراضهم الدنيوية أيضا في تلك المناطق. أبناء القبيطة عانوا الأمر رين والظلم من تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية، وتم تحرير منطقة نجد قفل وكذلك جبل شعيب وجبل جالس ومنطقة الكرب ومنطقة الكعبين ومنطقة دياشة، ويتم إلى الآن تمشيط تلك الأودية والأماكن. مديرة القبيطة سيتم استكمال تحريرها خلال الأيام القليلة القادمة. لم يبقى في تلك المديرية إلا بعض المواقع وبعض الأماكن. تم تحرير جبل جالس أخي العزيز الاستراتيجي في مديرية القبيطة، والمطل على عدد من الأماكن الاستراتيجية والهامة وتحقيق الرؤية المباشرة وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات الانقلابية، وأيضا تحقيق التقرب نحو مدينة الراهدة، هذه المدينة التي مركز فيها الميليشيات الانقلابية الحوثية. الجيش الوطني على وشك الاستكمال تحرير هذه المديرية، مديرية القبيطة، من الميليشيات الانقلابية الحوثية المنفذة للأجندة الإيرانية. والجيش الوطني يحققون التقرب بعد يوما بعد يوم. الجيش الوطني ينظر إلى تلك الانتصارات لتحرير مديرية القبيطة، وكذلك الإقدام على تحرير مدينة الراهدة سيكون مفتاحا لتحرير محافظة تعز وبالأخص مدينة تعز من قبضة وسطوة الميليشيات الانقلابية الحوثية التي تقوم بالقتل والإجرام كل يوم ضد محافظة تعز وكذلك ضد محافظة لحج. كذلك في العزيز انتصارات في جبهة لحج جبهة الشريقة، حيث استطاع الجيش الوطني من تحرير جبل السنترال والهشمة وكذلك السلسلة الجبلية أيضا بين مديرية بين الشريقة وكذلك الراهدة. القوات تلتحم الجبهات في تلك المناطق لتشكل طوقا خانقا على تلك الميليشيات الانقلابية، والقيام بتحرير مدينة الراهدة وكذلك جنة خدير والتقدم نحو الحوبان لتحريرها من الميليشيات الانقلابية الحوثية، والتحم سياقة الجبهات المتاحمة لتلك المناطق. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيادة العميد. أعود عودة أخيرة إلى المتحدث باسم المقاومة في القبيطة. إذا كنا نتحدث عن النازحين سيادة النقيب، كيف هو الوضع بالنسبة لهم؟ ما هي أبرز الاحتياجات التي يريدونها هناك؟ النازحين خاصة في مناطق الكعبين التي تم تفجير منازلهم، هذه الفئة من الناس النازحين يحتاجون إلى أماكن إيواء. النازحين بشكل عام في المديرية هم بحاجة إلى مواد إيوائية ومواد غذائية ومواد علاجية. النازحين لن نتمكن من دعوتهم إلى العودة إلى مناطقهم بعد توفير سبل الحياة الكريمة لهم في المناطق التي تم تحريرها من جانب الصحة ومن جانب الغذاء ومن جانب التنمية. العدو دمر كل المناطق التي دمر كل أساس الحياة في المناطق التي تم السيطرة عليها سابقا. العدو لن نتمكن من دخول بعض المنازل في مديرية القبيطة التي تم تحريرها والتي هي مهجورة من سابق لنفتش على البيوت النايمة، لأن العدو غرس في ممرات الطرقات المؤدية إلى المنازل الغام، وبالذات في الممرات الرئيسية للمدارس الغام والقرى التي فصلها بحسب فكره أنها مناوئة للحوثي وهي مع المقاومة زرع فيها الغام. لم نتمكن من الدخول في المناطق الداخلية للمديرية لأن الغام بشكل كثيف. الميليشيات أهمها في الأول والأخير هو قتل الإنسان بأي شكل من الأشكال. من لم يقتل في السلاح وفي المواجهة وفي المعركة أو في الصاروخ التي تلقى من أماكن تواجدها يقتل في الألغام أو يقتل من المعاناة التي فرضها عليه العدو، ليقتل ذليلا منكسرا. لكن الأبطال بفضل الله تعالى
كانوا يوم نافذوا أروع الأمثال كمدنيين، كانوا حاضنة شعبية غير عادية للمقاومة، واستقبلوا الأبطال والجيش الوطني في الورود رغم الألم والوجع الذي كانوا يعانوا منه. متحدث باسم المقاومة في القبيطة نقيب علي المنتصر، كنت معنا بالهاتف من لحج، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك عودة أخيرة سيادة العميد، كان هناك دوما حديث على يعني واستغراب لتأخر استكمال تحرير محافظة لحج من ميليشيات الانقلابيين، خاصة بأنها مجاورة لتعز المحاصرة والتي تعاني كثيرا. ما هو الوضع الآن؟ هل هذه المعركة ستستمر إلى حين انتهاء أو يعني إخراج ميليشيات الحوثيين من لحج، أم أننا بعد فترة قليلة قد ربما نشهد تباطؤا في المعارك؟ أيضا نشكر أخي ضيفك الكريم على ما أدلى به من انتصارات مديرية القبيطة، ونشكر أيضا أبناء القبيطة جميعا على ما قدموه مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي كان لها دورا كبيرا من أبناء تلك المناطق، والذين أيضا كان لهم دورا كبيرا في تحقيق الانتصارات لمعرفة أماكن تمركز الميليشيات الانقلابية الحوثية وأماكن أيضا تواجد الألغام. إن شاء الله الطواقم الهندسية للجيش الوطني ستقوم بنزع تلك الألغام، وننبه الإخوة المواطنين في كافة المناطق والجبال والأودية الابتعاد عن الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية الحوثية الإجرامية. نحن في الجيش الوطني ننزع الألغام، هم يزرعون تلك الألغام التي أضرت بالأرض والإنسان هذه الميليشيات الانقلابية إلى الزوال. أما عن سؤالك أخي العزيز، فالسؤال بغاية الأهمية، فعلا شعب اليمني يتطلع نحو التحرير الكامل والحسم العسكري السريع لإنقاذ المواطنين من القتل والظلم والجور والخطف وتدمير مقدرات الوطن والتجويع التي تقوم بها تلك الميليشيات الانقلابية. نحن في الجيش الوطني نسير خطة وعدة من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الهيئة الكامل العامة. الخطة تقتضي بإعادة التحرير الكامل لكافة المحافظات التي تقع تحت سلطة وسيطرة الميليشيا الانقلابية، وكذلك من ضمنها كذلك محافظة لاحج ومحافظة عز، واستكمال تحرير محافظة الحديدة. وفي الصعدة الانتصارات متوالية أخي العزيز في كافة أرجاء الوطن، ليس هناك تباطؤ، ولكن نقول الميليشيا الانقلابية حاولت فعلا خلال انتشارها في أرجاء الوطن ابتداء من اليوم الانقلابي المشؤوم في 21 سبتمبر 2014، كان هذا اليوم هو يوم انتشار السرطان في كل أرجاء الوطن، لكن بفضل الله استطاع الجيش الوطني وقيادة السياسية والعسكرية والمقاومة الشعبية تقطيع أوصال تلك الميليشيا الانقلابية واستيصال الأورام السرطانية من كافة مديريات الجمهورية. واليوم فعلا فرحة عم أبناء منطقة القبيطة ومديرية القبيطة من التحرير الذي تم. التحرير القادم والساعات والأيام القادمة ستكون أفضل لشعبنا اليمني في كل المحافظات والمناطق. ونذكر أن هناك انتصارات في صعدة، في البيضاء، في لحج، في كل أرجاء محافظة تعز. الميليشيات الانقلابية تلقى ضربات وهي دوما تتقهقر إلى زوال، ستزول من القبيطة، ستزول من كل المديريات والمحافظات التي تحت سيطرتها يا أخي العزيز. العميد الركن عبد المجلي ناطق باسم الجيش الوطني، كنت معنا على الهاتف من مأرب، شكرا على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل ماهر أبو المجد وبقية الأفراد في الطاقم الفني، إلى اللقاء.